الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أحمده وأستعينه وأستهديه، وأعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى تابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فحديثنا لا يزال متواصلًا في قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. فنحن نرى أن الله سبحانه وتعالى استثنى في هذه الآية الكريمة من أكل المال بالباطل التجارة التي تكون عن تراض ما بين الجانبين. وهذا الاستثناء هو كما ذكرنا عند جمهور العلماء استثناء منقطع، ومعنى ذلك أنه بمنزلة الاستدراك، أي لكن التجارة التي تكون عن تراض بينكم فهي مباحة. فالتجارة ليست من أكل المال بالباطل، لا يستثنى أكل المال بالباطل عندما يكون بطريق الاتجار، فأكل المال بالباطل على أي حال حرام، ولكن الله سبحانه وتعالى أرشد إلى الطريق القويم والمنهج المستقيم في التعامل بين الناس في الأموال، وذلك أن يكون هذا التعامل بطريق التجارة. وهذا هو الذي ذهب إليه أكثر أهل العلم، وقد ذكرنا فيما سبق أن من العلماء من يرى أن التجارة قد يكون فيها شيء من الرغبة في الازدادة في المال عند كلا الطرفين، فالبائع يريد أن يبيع بمزيد من الثمن، والمشتري يريد أن يشتري بالقليل من الثمن، فكل واحد منهم يريد أن يربح. ولما كان كل واحد منهم يريد أن يربح، فإن تحديد السلعة بثمن محدد يكون بمقدارها أمر فيه دقة بالغة، وذلك مما يتعذر. فلذلك كان هذا الاستثناء هنا. ومن المفسرين من يرى بأن هذا الاستثناء لأجل التنبيه إلى أن هذه التجارة إنما هي من متاع الحياة الدنيا، ومتاع الحياة الدنيا كيفما كان هو باطل لأنه زائل. فالبطلان هنا بمعنى الانتهاء، هذا بالنظر إلى التجارة، ولكن بالنظر إلى أكل المال المنهي عنه فإنما البطلان فيه بسبب عدم الاتفاق مع الحق. وهذا النهي في
في قوله سبحانه وتعالى لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، هذا النهي إنما هو نهي فيما يتعلق بجانب المعاملات، والنهي إن كان في المعاملات هل يدل على فسادها أو أنه خلاف ذلك، هذا مما يدخل في اختلاف العلماء الطويل العريض في كون النهي هل يدل على فساد المنهي عنه أو لا. ومما استدل به القائلون بأن النهي في مثل هذه الحالة أي في المعاملات المالية يدل على فساد المنهي عنه وأن هذه المعاملات إنما تكون في الأموال، والأموال في حقيقتها هي مال الله، والتصرف فيها إنما يكون بحسب ما أذن به الله سبحانه وتعالى، والخروج عن هذه الحدود حدود ما أذن به الله سبحانه وتعالى إلى ما وراءها إنما يعني ذلك عدواناً على حق الله سبحانه وتعالى في هذا المال. ولئن كان الإنسان عندما يتصرف في مال غيره بإذنه لو تجاوز الحد الذي أذن له بالتصرف فيه إلى ما وراءه كان ذلك مما يقتضي فساد المعاملة، فإن المالك الحقيقي أولى بذلك، هذا في المالك المجازي وهو العبد، فكيف فيما إذا كانت هذه المخالفة لما أذن به المالك الحقيقي وهو الله سبحانه وتعالى. في هذه الحالة يكون ولا ريب هذا النهي من قبله سبحانه وتعالى أدل على الفساد، فساد المعاملة التي تكون بخلاف، على أن من قال بأن هذا النهي لا يقتضي فساد المعاملة التي تكون بين الجانبين وإن كان فيه ما فيه من الحرمة، يعترض على قوله هل في ارتكاب هذا النهي ما يقتضي جعل محرم واقعا أو لا؟ فإن كان يقول بأنه لا يقتضي أن يكون هنالك محرم فإذا لا وجه لهذا النهي، لماذا نهي عنه مع أن مخالفة هذا النهي لا تقتضي الوقوع في الحرام؟ ولئن كان كذلك أيضا فإن ذلك يقتضي أن يقال بأن هذه المعاملة معاملة صحيحة. أما إذا قيل بأن هذا النهي يقتضي إيجاد محرم منهي عنه فإن إيجاد هذا المحرم لا ريب أنه يقتضي الفساد. هذا ونحن نرى أن الله سبحانه وتعالى استثنى التجارة، ونحن نعود أولاً إلى كلمة التجارة. التجارة إنما هي معاملة مالية بمعاوضة بين الجانبين بحيث يبذل مالك العين تلك العين ويبذل مالك الثمن الثمن، فيتعاوضان، يأخذ أحدهما العين ويأخذ الآخر الثمن، هذه هي التجارة. أما ما كان من معاوضة فيما لا يتعلق في نقل ملكية العين فلا يسمى تجارة، لا يسمى ذلك بيعة، إذ لا يعد ذلك من البيع، وذلك كالتأجير ونحوه، فإن العين لا تنتقل، وإنما يملك المستأجر المنفعة فحسب،
ومثل ذلك ما يكون في تملك منفعة الأبعاض الأبضاع، وذلك إنما هو النكاح وليس هو بيع، ليس لا يعد ذلك تجارة. الله سبحانه وتعالى استثنى التجارة هنا، والتجارة قد تطلق بطريق التجوز على ما يكون من العبد من تقرب إلى الله تعالى بالأعمال الصالحة التي بطبيعة الحال تؤدي بفضل الله سبحانه وتعالى أن يربح العبد ثوابها. هذا يعبر عنه بطريق التجارة، من ذلك قول الله تعالى يرجون تجارة لن تبور، وقوله هل أدلكم يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. والربح وما دل عليه قوله يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن، هذا هو الربح، هذا هو الثمن، ثمن هذه التجارة وهذا الربح. والله سبحانه وتعالى استثنى التجارة هنا، مع أن الأموال قد يستساغ أكلها بغير التجارة بأمور أخرى، بالهبة والهدية، وكذلك يكون بالإرث وبغير ذلك، إلا أن أصحاب النفوس الكريمة لا يتطلعون إلى المال بأن يأتيهم بطريق الهبة أو بطريق الهدية أو بطريق الإرث أو بطريق الوصية، لا يتطلعون هذا المال، وإن كانوا يأخذونه عندما يستحقونه. فلو استحق أحدهم مالا بإرث أو بوصية أو بهبة أو بنحو، لكن ما لا يتطلع إلى ما في يد غيره. نعم، إن أراد ما في يد غيره يسعى إليه بطريق الاتجار، بطريق المعاوضة الشرعية، وهي دفع الثمن وأخذ المثمن. والله سبحانه وتعالى اشترط في هذه التجارة أن تكون بتراض ما بين طرفيها، أي ما بين البائع والمشتري، بحيث يدفع البائع السلعة وهو راض غير مكره، وهو راض غير مكره، ويدفع أيضا المشتري الثمن وهو راض غير مكره، فلا بد من أن يكون رضا ما بين الجانبين. ولذلك عبر بالتراضي، والتفاعل من الصيغ التي تفيد المشاركة، ومعنى ذلك أن يكون هنالك تراض ما بين الجانبين. هذا التراضي كيف يكون وبماذا يعرف؟ لا ريب أن صيغة العقد تجسد هذا التراضي، فقول البائع بعت وقول المشتري اشتريت يدل على الرضا، قوله بعتك هذه السلعة بهذا الثمن، وقول الطرف الآخر اشتريتها منك به، ذلك يدل على أن كل واحد منهما راض. فالذي دفع السلعة هو راض بما دفع وبما أخذ، وكذلك الذي دفع الثمن هو راض بما دفع وبما أخذ، كل منهما راض، لأن العبارة ظاهرة تدل على الرضا كل واحد منهما، هذا إن لم يكن أحدهما أكره على هذا الشيء وقيل له بيع أو ابتع على رغم أنفك، وإلا فإنك تتعرض لعقوبة أو تتعرض لمضايقة. في هذه الحالة هذا البيع أو الابتياع لا يكون عن رضا،
فلا يكون هنالك تراض فيما بين الجانبين، ولذلك لا يكون البيع صحيحا. عندما يكون إكراه لأحد الطرفين على البيع أو الابتياع، هذا لا ريب أنه متفق على جوازه، أي أن يكون البيع بهذه الطريقة بصيغة تدل عليه، تدل على رضا من قبل طرفيه. لكن لو وقع تعاطٍ من غير أن يكون هنالك نطق من البائع أو المشتري، كأن يدفع المشتري الثمن ويدفع البائع السلعة ويأخذ المشتري السلعة والبائع الثمن، ولا يكون بينهما ما يدل من الألفاظ على الرضا من الجانبين، فهل الرضا بفعلهما كالرضا بقولهما في الحكم؟ هذه مسألة وقع فيها خلاف. فعند الشافعي أن الرضا لا بد من أن يعبر بالقول، وفي القليل والكثير من البيوعات يجب أن تكون هنالك الصيغة تدل على الرضا من قبل المتبايعين. وذهب أكثر العلماء إلى أن البيع يثبت بهذه الطريقة بالمعاطاة، يعطي صاحب السلعة السلعة ويعطي صاحب الثمن ثمن ويأخذ كل منهما ما عند الآخر، فالبيع يثبت بهذا لأن هذا الفعل نفسه دال على الرضا، الفعل دال على الرضا. لما كان الفعل دالا على الرضا فإذا دلالة الفعل هي كدلالة القول. ومنهم من فرق بين الأشياء التوافه وبين البيوعات الثقيلة التي تكون في المثمنات. ففي الأشياء التوافه يمكن أن يكون البيع بدون عقد، بدون صيغة عقد، يمكن أن يقول أحد، يأتي إلى السوق مثلا ويقول لصاحب التجارة ناولني كذا، فيأخذ منه وهو يعرف الثمن ويدفع إليه الثمن، ولا حرج في هذا، بخلاف ما لو باع أحد دارا أو أي عقار أو باع سيارة مثلا أو باع أي شيء من هذا القبيل من الأشياء ذات الثمن، فلا بد من أن يكون بين الطرفين عقد بناء على هذا القول. والله سبحانه وتعالى أخبر هنا بأن ما يحل من الأموال إنما يحل بالتراضي بين الطرفين بسبيل الاتجار، سبيل المعاوضة الشرعية المعهودة. ولا بد من تقييد ذلك بأن تكون هذه المعاوضة خالية من منهيات البيوع كالربا والغرر، فإن ذلك أمر معهود، سواء كانت هذه الآية نزلت قبل تحريم الربا أو كانت نزلت بعد تحريم الربا، فإن ذلك أمر معهود ولا يعتبر التراضي في هذا، أي في المعاملات الربوية ومعاملات الغرر. وبقي أن ثم حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم يدل
على أن المتبايعين لهما حق الخيار ما لم يفترقا. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: البيعان بالخيار ما لم يفترقا. هكذا روى الإمام الربيع رحمه الله هذا الحديث عن أبي عبيدة عن جابر عن ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو مروي عند الشيخين وأصحاب السنن وغيرهم من طرق متعددة، ومروي عندهم من طريق عبد الله بن عمر ومن طريق عبد الله بن عمرو ومن طريق أبي برزة الأسلمي ومن طريق ثمرة بن جندب ومن طرق أخرى. الحديث روي من طرق متعددة، وعندهم البيعان بالخيار، في بعض الروايات البيعان بالخيار ما لم يتفرقا أو يقل أحدهما لصاحبه اختر، أو يقل أحدهما لصاحبه اختر، وفي بعض الروايات ما لم يكن بيع خيار. قد حصل الأخذ والرد والخلاف بين العلماء في المراد بهذا الحديث الشريف، فنحن نجد أن كثيرا من العلماء قالوا بأن هذا الخيار يسري حكمه في ذلك المجلس ما لم يتوارى أحد المتبايعين عن صاحبه، وقيل ما لم يقم أحدهما من ذلك المجلس وينتقل عنه، قيل ما لم يتوارى بأن يصل إلى مكان لا يتراءيان فيه، وقيل ما لم يقم أحدهما من ذلك المجلس. وهذا القول قاله الشافعي والثوري وسفيان بن عيينة والأوزاعي والليث وكثير من العلماء، وقد روي عن جماعة من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، واستثنى الأوزاعي من ذلك ثلاثة أشياء، وهي بيع السلطان للمغانم فإنه لا خيار فيها بناء على رأي، وكذلك بيع الشريك لشريكه نصيبه من الإرث، أو بيع الشريك لشريكه للشريك، والثالث بيع الشريك لشريكه نصيبه من التجارة. قال لا خيار في هذه. وذهب أصحابنا والمالك وأكثر المالكية والحنفية جميعا، وهو المروي عن الإمام زيد والمروي عن الإمامية، وقد روي أيضا عن الثوري وغيره وعن القاسم وأصحابه، هؤلاء جميعا قالوا بأن الخيار ليس هو خيار المجلس، وإنما الخيار ما لم تنتهي الصفقة بين المتبايعين. فإذا انتهت الصفقة بين المتبايعين فلا خيار. واستدل هؤلاء بأدلة، من بين هذه الأدلة هذه الآية الكريمة، قالوا بأن الله تبارك وتعالى نات حل الأموال بالتراضي، ولئن كان التراضي بين الجانبين ينقل المال من جهة إلى جهة، فإذا الخيار هو عكس ذلك، الخيار مبطل لهذا. وكذلك قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، قالوا بأن الله سبحانه وتعالى بيّن هنا وجوب الوفاء بالعقود، ولئن كان الخيار يستمر ولو لم إذا لم يتفرق الطرفان ولو لمدة أيام، فمعنى ذلك
أن هذا مبطل للوفاء بالعقود، للأمر بالوفاء بالعقود. واستدلوا أيضا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة نفسه. والمتبايعان كل واحد منهما طابت نفسه بهذا البيع، فالمشتري طابت نفسه بدفع الثمن وأخذ السلعة، والبائع بعكس ذلك، فكل واحد منهما طابت نفسه بما دفع وبما أخذ. وكذلك بنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام حتى يقبض، وبنهيه عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان، ومعنى ذلك إذا جرى فيه الصاعان فللمشتري أن يبيعه، وهذا يعني بطبيعة الحال أنه لو لم يكن هنالك تفرق فإنه بجري الصاعين ينتقل الطعام من ذمة إلى ذمة، ولو لم يكن ذلك العقد سارياً لما جاز له البيع. وكذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يجزي ولد والده إلا أن يجده مملوكاً فيشتريه فيعتقه. قالوا بأنه لو وجده مملوكاً فاشتراه فإنه حالاً يعتق بمجرد وقوع الصفقة، إذ لا يملك ولد والده ولا يملك ذو رحم محرم الآخر، فلذلك بمجرد وقوع البيع. فلو كان هنالك خيار لما كان معنى لهذا العتق. استدلوا بهذه الأدلة، وهؤلاء أكثرهم قالوا بأن الافتراق المعني إنما هو افتراق الكلام وليس افتراق الأبدان. قالوا الافتراق إنما يعنى به افتراق الكلام ولا يعنى به افتراق الأبدان، فلو لم يفترق البدنان فإن افتراقهما بالكلام. وقالوا بأن الكلام يسمى افتراقاً وتفرقاً كما في قول الله تعالى: وإن يتفرقا يغني الله كل من سعته. استدلوا بهذه الآية الكريمة: وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته، مع أن مراد الافتراق هنا مجرد وقوع الطلاق. غير أن هذا الاستدلال أجاب عنه الطرف الآخر بأن هذا ليس بشيء، لأن هذا التفرق ليس للمرأة فيه كسب فلا أثر لها فيه، مع أنه أسند إليهما، فهو إذا التفرق بالأبدان الذي يقتضيه التفريق الواقع من الزوج، وليس هو مجرد الكلام، وإلا المرأة ليس لها دخل في هذا، وإنما يقع عليها الطلاق بنطق زوجها به. وحكى الربيع رحمه الله عن أبي عبيدة أنه قال بأن الافتراق هنا افتراق اليدين، يد المشتري ويد البائع، أن يتفرق أسند التفرق إليهما، والمراد أن تفترق يداهما، أي أن تتم الصفقة بينهما فيخلي كل واحد للآخر يده. هذا هو التفرق، وهذا أقرب من التأويل الآخر من أن يقال إن التفرق أو الافتراق إنما هو بالنطق، لأن اليدين تتفرقان، فإذا تفرقت اليدان معنى ذلك حصل تفرق بين الاثنين بعدما كانا متلامسين بيديهما. ولا ريب
أن المسألة هي مسألة رأي، وهي محتملة لوجهات النظر الجميع، غير أنه بهذا الرأي ينظر إلى الجمع ما بين الحديث الشريف وما بين إطلاق قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. وما تدل عليه هذه الحالة أن التراضي هو معتبر. فمعنى ذلك أن الاثنين يكونان في حل من أمرهما، لو أراد الأحد أن يتراجع ما لم تتفرق يداهما. هذا. وأما قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الآخر، في الرواية الأخرى: أو يقول للصاحب اختر، فإن الإمام الشافعي أخذ من هذا أن الطرفين إذا كانا في المجلس فلكل واحد منهما حق الخيار، إلا أن يقول أحدهما لصاحبه اختر، إما إتمام البيع وإما التراجع عنه، فيقول اخترت. فعندما يختار هذا وهذا إتمام البيع فإن الصفقة تتم بعد هذا التخيير، ولا يكون هنالك مجال للتراجع. أما الآخرون فقالوا بأن هذا يحمل أيضا على معنى الرواية الأخرى: إلا أن يكون بيع خيار. ومعنى بيع الخيار هو خيار الشر، وهو أن يشترط الطرفان الخيار إلى مدة، وقد دل الحديث على أن أقصى مدة الخيار 3 أيام. ففي هذه الحالة يكون لهما شرطهما في الخيار إلى أن تتم مدة الخيار. هذا. وقد روي عن بعض السلف أن الآية الكريمة عندما نزلت: تحرج الناس أن يأكل بعضهم من بعض، لأن الأكل نهي عنه هنا: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. فتحرج الناس أن يأكلوا بسبب ضيافة أو غيرها. روي ذلك عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما كما جاء في سنن أبي داود، وروي أيضا عن بعض التابعين، وأن قول الله سبحانه وتعالى: ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أبنائكم إلى آخر الآية الكريمة، جاء ناسخا لهذه الآية. هذا رأي طائفة من العلماء، قالوا بأن هذه الآية نسخت، أي نسخ جانب منها بما دلت عليه آية سورة النور. وجاء عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنهما رضي الله تعالى عنه أن هذه الآية محكمة غير منسوخة، ولن ينسخها شيء إلى يوم القيامة. معنى ذلك أنها لا تتعاطى تلك الأشياء التي دلت على إباحتها سورة النور. ولئن سلمنا بأن بعض الصحابة فهموا ما فهموا من هذه الآية وجاءت سورة النور توضح لهم، فذلك بيان لما لم يستبينوه، وليس ذلك نسخا لحكم هذه الآية الكريمة. فالآية محكمة. هذا. ولا ريب أن الأموال والأنفس قرينان،
فإن كلا يحرص على سلامة نفسه، وكذلك يحرص الكل على سلامة المال، والعدوان على النفس والمال حرام. في الحديث كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. لذلك قرن هذا النهي بالنهي عن قتل الأنفس، ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، جاء من بعده النهي عن قتل الأنفس. ومن المعلوم أن الحرص على سلامة النفس أبلغ، وقيمة النفس أغلى، والحفاظ على الأنفس مقدم على الحفاظ على الأموال، وإن كان من الواجب أن يحافظ على الكل. فلماذا كان تقديم ذكر المال على ذكر الأنفس؟ قالوا بأن ذلك لأن أهل الجاهلية كان تظالم بينهم في الأموال أكثر، وإن كانوا لا يتورعون عن التظالم فيما يتعلق بالأنفس، ولكن كان شيوع التظالم في الأموال أكثر، لا سيما بالنظر إلى ظلم القوي للضعيف، كظلم الرجل للمرأة، لا سيما ما بين الزوجين، وظلم أي قوي لضعيف، بينما الأنفس قد يكون هناك ثار، وقد يكون هناك ما يحجز من التعدي عليها، فلذلك أخرت. ومنهم من يرى بأن هذا لأن السياق المتقدم كان لم يخرج عن ذكر إيتاء ذوي الأموال أموالهم، أو ذوي الحقوق حقوقهم من المال، فلذلك قدم ذكر الأموال على ذكر الأنفس. ولا تقتلوا أنفسكم، الآية الكريمة جاءت هكذا، ولا تقتلوا أنفسكم. فهل المعنى أن الإنسان ينهى أن يقتل نفسه، أو أنه ينهى أن يقتل غيره؟ ماذا تعني الآية؟ ذكر ابن عطية إجماع أهل التأويل على أن المراد من الآية الكريمة النهي عن قتل البعض للبعض، وتابعه على ذلك القرطبي، ولكنهما ذكرا جميعا بأن هذا لا يمنع من اعتبار النهي عن قتل الإنسان لنفسه، سواء كان ذلك بحملها على ما يؤدي إلى قتلها، أو بارتكابها المعاصي، أو نحو ذلك. فهذا كله لا ينافي ما أجمع عليه أهل التأويل، وذكر غيرهم الخلاف في ذلك. ما المراد؟ قالوا هناك خلاف.